من أعظم الجبال في مصر، ليها حكايات غريبة جداً، ولو رحت تزورها هتحس إنك في عالم كبير من السحر والغموض. ثلاث جبال كل واحد منهم له حكاية مختلفة عن التانية. في الفيديو ده من خمسة بالعربي هتعرف قصة كل جبل وإزاي أصبح أسطورة الناس بتتكلم عنها لحد دلوقتي. في مصر وتحديداً في سلسلة جبال البحر الأحمر بتختفي وراها حكايات كتير. الجبال دي بتقطع الصحراء الشرقية من الشمال للجنوب. الناس بتعتبرها كنز كبير لأن وسط السلسلة الشهيقة دي في ثلاث جبال رئيسية بتمثل قمم للسحر والغموض، هما جبل الشايب وجبل حماطة وجبل علبة، وكل واحد له حكاية مختلفة عن التاني. بالنسبة لجبل الشايب فهو موجود جنوب غرب مدينة الغردقة، ارتفاعه حوالي 2187 متر فوق سطح البحر، وده بيخليه أعلى قمة في سلسلة جبال البحر الأحمر. الجبل ده بيبعد عن الغردقة حوالي 45 كيلومتر بس، لكن الوصول ليه محتاج شجاعة وقلب جريء، والسبب إن الجبل ده اسمه مرتبط بأسطورتين. الأولى بتقول إنه كان مأوى لرجل شيخ عاش في عزلة بعد فقدانه لكل أولاده إلا بناته، ومن هنا جاء اسم شايب البنات. الأسطورة الثانية بتربط الاسم بالمظهر اللي هو السحب أو الجليد اللي بيغطي قمته الصخرية، وبيدي إحساس كأنك بتشوف رجل عجوز بشعر أبيض. خلي بالك إن تسلق جبل الشايب مش لأي حد، لأن الطريق للقمة ممكن ياخد 3 أيام ذهاب وعودة، وكل لحظة فيه بتكون مغامرة مختلفة. وعلى طول الطريق هتقابل بحيرة صغيرة بتتجمع فيها مياه الأمطار، ودي بتكون مصدر للشرب والاستحمام للمتسلقين. كمان في مغارات طبيعية بتستخدم كمحطات استراحة. الطقس في قمة الجبل بيغير مزاجه بسرعة، يعني فجأة تلاقي الضباب الكثيف مغطي المكان أو السحب بتتحرك بشكل يخليك تحس إنك في مكان مش على كوكب الأرض. الأجواء دي بتخلي جبل الشايب أشبه بقمة إيفرست اللي هي أعلى قمة جبل في العالم. أما جبل حماطة ده بيجي في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع في الصحراء الشرقية، وبيوصل لحوالي 1977 متر. الجبل ده موجود جوه محمية وادي الجمال، وبيتميز بطبيعته البيئية المدهشة. فاللي بيخلي جبل حماطة مميز عن باقي الجبال هو قدرته على تكثيف السحب الرطبة اللي بتيجي مع الرياح الشمالية من البحر الأحمر، وبتكون نتيجتها أمطار غزيرة بشكل متكرر بتعمل بحيرات ووديان مؤقتة، ودي بتخلي المكان زي لوحة فنية من الطبيعة. المكان عند جبل حماطة مليان نباتات نادرة زي شجر الأثل وشجر السواك. كمان الطيور المهاجرة بتستخدم وديان الجبل كاستراحة في رحلتها الطويلة، ده غير الحيوانات البرية زي الكركال أو عناق الأرض اللي لسه بيحاول يحافظ على وجوده وسط التحديات البيئية. كمان المشي في وديان جبل حماطة تجربة مميزة، خصوصا مع المناظر الطبيعية الخلابة والتضاريس اللي بتجمع بين التحدي والجمال. المكان ده جنة حقيقية لمحب الطبيعة والمغامرات. أما جبل علبة فموجود في أقصى الجنوب الشرقي لمصر، ارتفاعه حوالي 1435 متر. الجبل ده جزء من محمية جبل علبة، وبيتميز ببيئة فريدة مش موجودة في أي مكان تاني في مصر. قمة جبل علبة هي الموطن الوحيد في مصر لشجرة التنين اللي اسمها العلمي دراسينيا، والشجرة دي مش بس نادرة لكن كمان مرتبطة بأساطير قديمة عن الشفاء والسحر. الضباب بيغطي قمة جبل علبة طوال الوقت تقريباً، وده بيخلق مناخ رطب ومميز. الضباب ده مش بس منظر جميل لكنه كمان عامل رئيسي في الحفاظ على تنوع النباتات والحيوانات اللي بتعيش في المنطقة. كمان الجبل مليان حيوانات برية زي التيس البري والوعول، والصبح ممكن تشوفهم نازلين يشربوا من مياه الوديان، وبالليل يرجعوا للأعالي. ده غير الطيور المهاجرة اللي بتلاقي هنا مكان آمن للراحة.